بأول فقراتنا ومساحاتنا الصباحية اليوم لوين نروح سلمى على الحسكة؟ ضيفنا نروح على الشمال. على الشمال هيك السوري. اليوم قد ايه غني هذا الشمال بتراثه اللامادي، قد ايه بنسمع شعر بنقول انه لهجته كثير قريبه من القلب، بنسمع يمكن هيك تعابير والفاظ بتخص هذا المكان يعني، واحيانا هيك بنضيع بنقول شو معنات هاي الكلمه يعني. صحيح، وحلو الغنى والتنوع الموجود والتراث والفلكلور اللي موجود هنا. طبعا اليوم عم نحكي عن التراث اللامادي، هذا التراث اللي بيعكس الجو المجتمع السوري بشكل عام المتعدد الطوائف والثقافات، بكل منطقة في شيء خاص فيها بميزة عن المنطقة الثانية. اليوم هيك خصصنا ضمن صباحنا رح نتعرف على جزء من هذا التراث بمنطقة الجزيرة العربية السورية، وضيفنا لليوم هو الباحث في التراث اللامادي الأستاذ عايش الكلي. بدي أقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يا هلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم. طبعا يحلو اللقاء بمن هم أهل للقاء وترتسم على الشفاه كلمات الحب، فحبي لكم وللسادة المشاهدين أينما كانوا. شكرا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم عم نحكي عن منطقة غنية جدا ومتنوعة بالثقافة، وخلينا نبلش عن أهمية الموروث الثقافي بالجزيرة السورية. طبعا الجزيرة السورية والجزيرة الفراتية يصنفها المستشرقون قبل أبنائها بأنها متحف غني بالعادات والتقاليد الشعبية والموروث الشعبي، سواء الأغاني الشعبية سواء الأشعار سواء العادات الفلكلورية، كثير من العادات التي لها بعد تاريخي وتراثي وفلكلوري. فهذا التنوع الموجود في الجزيرة الفراتية بمكوناته الموجودة من عرب وكرد وآشور وسريان أعطاها طابع جمالي، طابع كحديقة أزهار ملونة ذات عطر جميل يحبه الجميع. وهذا الشيء دائما بيخلي المجتمع السوري مثل ما قلنا بكل منطقة بتتميز عن الثانية بهذا التراث. اليوم حكينا عن أهميته، ولكن إذا رجعنا للقيمة خلينا نحكي عن القيمة اللامادية لهذا التراث. طبعا التراث كون هي تراث، بالبداية لابد أن نعرف شوي شو هو التراث. التراث هو حضارات متراكمة. نعم. أو بما يسمى ذاكرة شعوب. فيقول المثل الشعبي اللي نذكره من أبهاتنا وأجدادنا أنه المال ماضي ماله حاضر، ماله جديد ماله قديم، ماله جديد كما تسموه أنتم بالشام يمكن، ماله قديم ماله قديم ماله جديد. إذا مات الماضي، إذا مات الماضي ضاع الحاضر. صحيح. أعطيك مثال، مثلا شخص مثقف على سبيل المثال فجأة فقد ذاكرته ومشى بالشارع، وين ايش يصفيها؟ بلا هويه. بلا هويه بالضبط، لانه اليوم هو التراث هو هويه كل منطقه كل. صحيح. بلد كل الشعوب معروفه عن طريق هويتها شو هي؟ التراثيه للمنطقه بالضبط. أكيد. لان الحرب اليوم علينا هي حرب على الثقافه، هي حرب على الثقافه، حرب على الهويه، لإزاحة شيء وإدخال شيء ثاني. أكيد. لهيك أستاذ خلينا نبلش نحكي اليوم عن بعض مفردات الهوية التراثية لمنطقة الجزيرة. طبعا المفردات هي كثيرة، مثل ما قلت لك في الشيء المادي والشيء اللامادي. اللامادي مثل عندك الأغاني الشعبية، الهوسات الشعبية، العادات والتقاليد، الطقوس، القهوة العربية، طقوس القهوة العربية، العرس الشعبي. في عندك المادي هي المحسوسات الملموسات مثل العمارة الموجودة، الأدوات، أدوات الصيد، أدوات الطعام، أدوات الأسلحة القتالية اللي كانت في ذاك الوقت، البيت الشعر، الأزياء الشعبية الموجودة في منطقة الجزيرة الفراتية. وغناها هذا الغنى وهذا التنوع بكل المكونات جعلها أجمل.
أجمل. نعم. طيب ذكرت حضرتك التراث الغنائي والتراث الشعري والأهازيج، اليوم هيك إذا حبينا نأخذ أسماء هيك أغاني قديمة بتخص الجزيرة. هلا بالنسبة للأغاني موجود المواويل الموجودة، كل المكونات الموجودة هناك، العتابة، النايل، السويحلي، هاي أنواع، المولية، اليايوم، القصيد. صرنا نشوف تجديد للتراث بصوت فرق جديدة، يعني لإحياء هذا التراث. كيف؟ صرنا نشوف فرق جديدة، شباب وصبايا ايه؟ رجعوا يجددوا الأغاني القديمة. هلا الأغاني القديمة هي روح المنطقة، التجديد مواكبة العولمة، مواكبة التطور، فصار في تجديد. ولكن نحن مهمتنا كباحثين، مهمة المجتمع، مهمة الدولة، مهمة أنه نحافظ على هذا التراث الشعبي لما فيه من نكهة تراثية، عبق الماضي القديم. فهناك على سبيل المثال العتابة مثال، يعني دائما تغنى العتابة على آلة الربابة أو آلة المجوز أو الشبابة أو يعني أو بالأجهزة الحديثة اللي صارت، الأورج، العود، الكمان، البزغ كمان اللي تواجد في محافظة الحسكة. مثلا أعطيك مثال على العتابة، عليل وعلتي من الجدم للهام، شو ربي خلقني مخصوص للهم، أنا بدرب الرفاقة رحت للهم وعضيت الشواهد والنياب. بالمجالس بالدواوين أحيانا يصير محاورة شعرية بين اثنين، فعلى سبيل المثال أنا أعطيك موهية بذاته، ففيها شوي حداثة يعني حتى نقرب الصورة للسادة المشاهدين. في طالب مثلا على سبيل المثال يحب طالبة، فتشيء الظروف أنه هالطالب يرسب بالامتحانات أو بالاختبارات والطالبة تنجح وتتخرج، فيجي عليها يتكلم معها بده ينهي العلاقة، أنه صار يخجل أنه هي نجحت ورسب، فيقول لها أمرك بإيدك وانت حرة، أمرك بإيدك وانت حرة، قولي للناشد اللي يسأل، قولي للناشد نسيته، هو يحبني وآني ما اشتريته، والويانة كانت صداقة وأهل السوالف والحكي فسروها أني هويته، مصدق المثلش بتشذب، عندك جمال يهز أم تنقلب، هن يوم لو ثلاث لو اثنين يوم لو تنسين مشوارك تروحين، وتالي الوقت تالي تنسين المدلل الغالي، ونسير ذكرى بحياتك ويتبدل الجالي، أمرك بإيدك وانت حرة، أمرك بإيدك وانت حرة. إيش رأيكم، توافق تظل تروح؟ شو لازم توافق يعني لازم توافق كونه في حب لازم مع المرأة أنت. فردت البنت عليها على سبيل المثال قالت له أني حرة وانت جناحي بيك طير، اني صحراء ويمك ربيع اخضر اصير، واليوم جاي تقول لي انت حره، صدق الما يجر بلداي ما يعرف شمره، وانت لداي ودواي يلتصيح بهواك عضاي، مو بيدي عوفك ولا بيدي هجر طيوفك، لا تقول لي ظروفك، احبك 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 بكل الظروف، وشوف اسمك بقلبي دي شوف، لا حكي عاذل يفرقنا ولا تقدر النسيوف، أحبك 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 بكل الظروف. يسلم هالتم. أنا مع الحب مو مع المرأة، أنا قلت لك ما لازم تتركه يعني. خلينا كمان اليوم يعني ونحن عم نحكي عن الشعر والدواوين، ما فينا ما ننسى الآلات الموسيقية اللي اشتهرت فيها منطقة الجزيرة العربية. حضرتك حكيت عن البزق، أيضا الطنبور، البلاغما، كتير آلات مشهورة هنيك وإلى صوت معين بتطبع الأغاني بهذيك المنطقة. طبعا كما قلت لك في البداية، الجزيرة الفراتية غنية 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 بتراثها، ومنها الآلات الموسيقية. في عندنا الآلات الموسيقية هي البزق. نعم. البزق يستخدمونه أخواننا وأصدقائنا الأكراد، معروف. البغلمة كمان يستخدموها أخواننا الأكراد. في الأورج، في الكمان، في العود، في من التأثر بالأتراك، تأثر بالسريان، تأثر بالآشوريين. نعم. استخدمت هذه الآلات في محافظة الحسكة أو في الجزيرة الفراتية. إذا إجينا على الجناحين الرقة ودير الزور، استخدمت فيها الشبابة، قديمة ومعروفة، الشبابة معروفة، الزمارة اللي هي كمان تأخذ نفس الاسم،
المجوز، المجوز هو يكون من الخشب، من عودان الزام. المطبق يعني اللي هو نفسه المجوز. الطبل، الطبل هي آلة إيقاعية معروفة قدم التاريخ. الناي، الناي أيضا ما زال اليوم له شجون خاص ويستخدم في التخت الشرقي. يتميز آلة نفخية، يتميز بارتياح نفسي للناي، بشجون خاص وله طابع خاص. هاي بعض الآلات. الربابة، الربابة أول من غنى على آلة، أو ليس من الذين غنوا على آلة الرباب في محافظة الحسكة الآن هو موجود، كبير بالعمر طبعا، هو اسمه سعد سمير الحرباوي، سلام الوافي، كثير من الأسماء ما بدي أدخل بمتاهات. في العتابة، أول من قال عتابة مثلا، مو أول من قال، اللي ذكر العتابة في جزيرة الفراتي هو في عندنا الشيخ أو الشاعر عبد الله الفاضل، ايضا قال عتابة انتشرت في الجزيرة السورية اللي هي ترافق آلة الربابة. نعم. هلا اليوم الجلسة كانت كثير، الحديث يطول مثل ما بنعرف دائما وقت بنقول تراث ولا مادي، احنا عم نرجع بذاكرة وعم نرجع بهوية سورية قديمة، فنحن اليوم بحاجة لوقت أطول. استمتعنا كثير بوجودك، وكل كلمة قلتها أكيد أكيد ما أنا حتكون الوقفة الأولى، حيكون لنا محطات ثانية بصباحات ثانية. لنشكر حضورك اليوم، وأكيد سلامنا لكل أهلنا بالحسكة. أهلا وسهلا أستاذ عايش. شكرا لكم، شكرا لهذا الوجود الجميل، كل عام وأنتم بخير، وطننا بألف خير.